أخيراً هذا الجمهور العظيم هو اللي رجع المجلس المنتخب تاني على كرسي. هو ده الجمهور. وصوله وصل للدولة كلها. بدأ بالسيد رئيس الدولة، سيد رئيس الوزراء، سيد رئيس الشباب وكل الرؤساء إلى هنا السيادية، صوتهم كان مسموع. بالفضل. بس أنا طبعا وكل الإعلام الزمالكاوي المحترم، مش إعلام الزمالك المخطوفة اللي أنا أسستها وخطفوها وقاعدين ملتصقة، يقول لك إحنا مع الكيان. أنا رئيس الكيان. أنا رئيس مجلس إدارة الكيان. أصل أنا قالوا معاك مين؟ سيادة اللواء عماد؟ قول لي مين يا سيادة اللواء؟ إحنا خربنا النادي الأهلي. أنا خالد ممدوح. أنا خالد اللي نادي اتخرب. انا ابو عيد الرخم. انا الرخم. هو النادي بقى مليان ميه ليه؟ النادي بتاع عيد الرخم. ثانيه واحده تاني بفضل. فكلام واضح. رئيس مجلس اداره القناه اللي هو رئيس مجلس اداره النادي مش هيكلم مع اداره القناه الا اذا العقد مشي. كلام واضح. محدش هيفرض عليا حاجه. ولا يقعد يقول كلام من الكلام ولا بعت له رساله بقى. ربنا يشفيك يا خالد، لكن هذا من الاول اوعى تنسى يا خالد ان لما كان عقدك 270,000 جنيه في القناه اترفع على 350,000 جنيه ما اشتغلتش ببلاش. اوعى تنسى وبعت له قلت له في فويس بصوتك ليا والنبي انا ليا 50,000 ما